يوم السبت اللي فات جبنا لحضراتكم غلاف مجلة تايم الأمريكية، وإن هي كانت بتشوف أفضل 50 موقع سياحي أو وجهة ومقصد سياحي على مستوى العالم، وكان في الصدارة أهرامات الجيزة وسقارة، موقعين من مصر، وقالوا كلام عظيم جدا 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 على هذه الأماكن الأثرية كأفضل الأماكن اللي ممكن للناس إن هي أو المقاصد اللي الناس تزورها خلال 2023. وطبعا حاجة يعني مرفقة بالصور من سقارة ومن أهرامات الجيزة، ويعني الحقيقة كل يوم الحضارة المصرية بتتصدر الاهتمام والشغف العالمي. برحب بالأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخيرات يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير، وكل سنة وحضرتك طيب ومشاهدتك بخير. الله يخليك يا عمرو بيه. يعني الحقيقه كل مره بنكلم حضرتك فيها بيبقى فعلا شيء جميل جدا وشيء مشجع ونفتخر بيه، زي الحقيقه الغلاف التايم اللي كان من كام يوم. والله الحمد لله. طبعا يعني ده تقدير الحضاره المصريه بكاملها، تقدير للارث العظيم اللي تركه لينا الاجداد. ومجله تايم بتتكلم مش بس عن اهرام الجيزه، ولكن بتتكلم على ما نعتبره مقصد سياحي جديد في مصر، هي المنطقة ما بين مطار سفنكس الجديد ومرورا بطبعا المتحف المصري الكبير عند افتتاحه ان شاء الله، ثم منطقة اهرام الجيزة، ثم منطقة سقارة. منطقة سقارة يعني هي منجم يعني يتم اكتشاف فيه كل يوم سر جديد من اسرار الحضارة المصرية، لانه في سقارة بدأ كل شيء الحقيقة. وكمان انه هذه المنطقه يتم اعدادها على مستوى البنيه الاساسيه، الطرق والمواصلات الحديثه، وكمان تطوير للفنادق والمؤسسات الفندقيه الموجوده، بحيث تصبح هذه المنطقه يعني كما نطلق عليها عاصمه جديده للسياحه في مصر، مقصد سياحي متميز جدا يجتذب اعلى فئات السائحين في العالم ان شاء الله. ان شاء الله ده يعني جزء منه الحقيقه، هو طبعا تكريم ولكن ايضا مسؤوليه، مسؤوليه ان العالم كله بيختار طبعا الاهرامات قيمه، ولكن من افضل 50 وجهه سياحيه للناس تزورها على مستوى العالم، وعدد قراء ومتابعي التايم بالملايين حول العالم، فبالتالي ايه المسؤوليه اللي لازم الدوله حطاها وهيئه تنشيط سياحه حطاها نصب اعينها في الفتره القادمه؟ طبعا مسؤولية كبيرة، زي ما حضرتك قلت بالظبط، الدولة كلها تضع في نصب عينيها وفي مخططاتها تطوير المنطقة ككل، مش مجرد المزارات الأثرية، الاهتمام برفع كفاءة المنتج السياحي والتجربة السياحية في المناطق الأثرية، في المتحف الجديد، المنطقة المحيطة بكل هذه المواقع الأثرية، ورفع البنية التحتية فيها والخدمات المقدمة. الدولة كلها بتشتغل الحقيقة بتناسق كبير جدا في هذه الأمور. في وزارة السياحة والآثار عندنا اهتمام كبير كمان بحسن إدارة هذه المواقع أو تجويد إدارة هذه المواقع للتجربة السياحية للزائرين تكون على أفضل مستوى. وإحنا في هيئة تنشيط السياحة ده تقريبا يعني الموضوع رقم واحد في موضوعاتنا، في محادثاتنا مع شركات السياحة وشركات الطيران، إننا نروج لهذا المقصد الجديد. تجربة سياحية هتكون إن شاء الله متكاملة طبعًا، ولها نصيب كبير من الترويج للجمهور المباشر. طبعا بشكر سيادتك، شكرا جزيلا للسيد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، شكرا لحضرتك.